وما زلنا مع أهلنا في الصعيد، حيث وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية شاملة في الصعيد، وتظهر ملامح الخطة بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي تستهدف الحكومة منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي هكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن خطة التنمية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يتوافق مع مقومات وخصائص وأولويات كل أقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية وملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم. وأشارت السعيد إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92.4 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55.2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22.1 مليار جنيه بنسبة 23.9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20.9% بقيمة حوالي 19.3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 28.6%، وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25.7%، ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسبة متقاربة 18.2% و18%، وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9.4%.